السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض طريقة عمل البط المحشي بطريقة سهلة جدا 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 للمبتدئين، يا رب تعجبكم الطريقة بتاعتنا النهاردة. أول حاجة معايا بطاية حوالي 2 كيلو وربع، ومعانا كمان كبد وقوانص متقطعين، كمان حباية بصل كبيرة أو حبيتين متوسطين ونقطعهم. أول حاجة احنا هنعملها مع بعض دلوقتي، هنجيب المقلاية بتاعتنا وهنضيف البصل ونقعد نشوح فيه لمدة 5 دقايق كده لغاية ما البصلة تدبل معانا، وبعد كده هنضيف لها الكبد والقوانص اللي احنا مقطعينها ونشوحها لمدة 3 دقايق مع بعض. وبعدين معانا حباية طماطم متقطعة مكعبات صغيرة خالص، هنضيفها طبعا وهنسيبها لمدة دقيقة. وبعد كده هنضيف الرز بتاعنا اللي احنا غسلينه ونقعينه لمدة 10 دقايق بالشكل ده. طبعا احنا ضفنا نص معلقة من بهارات الفراخ، وكمان ضفنا نص معلقة من الملح وفلفل أسمر. الوقت هنضيف الطماطم بتاعتنا بالشكل ده، هنقلبها لمدة دقيقة بقى، وبعد كده على طول هننزل عليها الرز بتاعنا. طبعا هنغسله ونقعه كويس جدا، والوقت كمان هنضيف له نص كوباية من المية عشان احنا عاوزين الرز بتاعنا يبقى نص سوا. وضفنا كمان نص مكعب مرقة، هنسيبه بقى لغاية ما يشرب المية ديت، لغاية ما يوصل بالشكل ده. خلاص اهوت شرب المية بتاعته وبقى نص سوا. دلوقتي هنبدأ نحشي البطة بتاعتنا، هنقول بسم الله ونبدأ نحشي البطة بتاعتنا بالشكل ده اهو بالشكل ده، لغاية ما يخلص كمية الرز بتاعتنا كلها. ولو فضل شوية احنا كده هنسيبهم بردك نقدمهم مع البطة بتاعتنا. هنجيب بقى حلة كبيرة تاخد البطة بتاعتنا، وهنكون كمان مجهزين مية سخنة، هنحط القنصة طبعا والكبدة والقوانص، ونحط الحبهان ورق غار وفلفل أسمر ونص معلقة من الملح، وهنرفعه طبعا على النار بعد ما نحط عليه المية السخنة اهو بالشكل ده. حطنا ورق الغار والحبهان والفلفل الأسمر، هنقول بسم الله وهنزود المية السخنة وهنرفعها دلوقتي على النار لغاية ما تبدأ تغلي كده. هنغطيها وهنسيبها لمدة نص ساعة وهنكشف عليها، والوقت خلاص هنسيبها كمان شوية لغاية ما تستوي بالشكل ده. وده كان الشكل النهائي للبطة بتاعتنا. طبعا انا محمرتهاش، اللي عاوز يحمرها هيحمرها، انا قدمتها النهاردة من غير تحمير بالشكل ده. يا رب الفيديو النهاردة يعجبكم بطريقة عمل البط المحشي بطريقة سهلة جدا للمبتدئين في المطبخ. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده وياكم، يا رب الفيديو بتاعنا يعجبكم النهارده. وان عجبكم بقى الفيديو ما تنسوناش بقى في اللايك والشير والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.